رمق هي منظمة غير حكومية تأسس سنة 2017 بفضل مبادرة شبابية قام فيها مجموعة من الشباب بمنطقة النبطية. هيدول الشباب شافوا انه الشباب بمجتمع نبطية بحاجة كتير لتطوير مجموعة من المهارات الأساسية اللي بيعتزوها بحياتهم. نتيجة هيدا الشيء قرروا هيدول الشباب انه يطلعوا بفكرة. هيدا الفكرة كانت انه نعمل مجموعة من الدورات التدريبية نكون عم ندعم فيهم الشباب. من هون كانت رمق عم تقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتعلقة بشكل أساسي مجموعة دورات تدريبية اللي لها علاقة بالديجيتال اللي نحن منقدمها. بلشت الفكرة بمنطقة نبطية بالذات وانطلقت لكل لبنان. رمق بتقدم مجموعة من الأنشطة التانية اللي هي متعلقة بالجي بي في وتشايلد بروتكشن. نحن بنشتغل على حماية المرأة بشكل كبير من خلال دورات المساواة بين الرجل والإمرأة. حتى مع الطفل نحن عندنا كمان مجموعة من الأنشطة اللي منقدمها للأطفال. رمق عم تشتغل على مشروع الحد من التطرف العنيف حيث أننا بشراكة مع بريتش كونسل وبتمويل من الاتحاد الأوروبي عم نوجه لشريحة من المجتمع مجموعة من الدورات اللي هي بتساعد هيدا الشريحة أنه توسع الإطار اللي هي الفكر اللي هي أخذته مننا وتقدر تنشره للمجتمع اللبناني بشكل عام. أنا بدعي الشباب اللبناني بكافة المناطق، نحن بالوقت الحالي دوراتنا عم تكون عم تنعمل أونلاين، بدعيهم يشاركوا بهيدا الدورات ليطوروا مهاراتهم، لأنه الشباب هو دعامة المجتمع اللبناني والشباب هو اللي حيقوم بهيدا المجتمع وهو اللي حيعمل الإصلاحات بالوقت اللي جاي وهو الركيزة الأساسية اللي حنعتمد عليها لبناء مجتمع أفضل.